واهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وأصلح فساد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ورفع البلاء ورفع البلاء وكشف الوباء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفَّسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمِ حوزة الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا الوبا والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على محمد ما زهرت النجوم، وصلِّ على محمد ما تلاحمت الغيوم، وصلِّ عليه يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.